ده مشاهدينا الكرام، نواصل طبعا اخبارنا الثقافيه، وطبعا دائما ضيف الثقافه حاضر معنا. اليوم حاضر معنا بلال، طبعا هو فنان في الطابع الصيفي وكذلك طابع الراي. هكذا طبع بلال. الصيفي والراي والمغربي. نعم، اهلا بك بلال، نورتنا بحضورك. اولا فقط نحيط المشاهد الكريم انه بلال اصدر مؤخرا البوم جديد، طبعا يحمل العديد من الاغاني فيه. طبعا هذه الاغاني يعني فيها الاغاني قمت باعادتها وفيها كذلك اغاني لك. كاين نعم اغاني جديده تفضل. تاعي، كاين في الطابع الصيفي والشاوي، وكاين اغاني تم اعادتها من قبل انا. نعم، طيب كيفاش كانت بدايه عماد؟ ربما باش والله نعرفوا المشاهد بدايتي كيك. كانت في سنه 96 97 نعم مهرجان تيمغات الدولي، نعم وابخي تعرفت شويه على فنانين ونشكرهم نعم عاونوني يعني بزاف كانت بزاف. أول طلة لك قدام جمهور في مهرجان في تيمغات مهرجان هكذا. تيمغات وي، نعم، وتعرفت على فنانين اللي نشكرهم، كان منهم الفنان المرحوم كارتو الله يرحمه، نعم كانوا بزاف فنانين اللي عاونوني ومازال رانا حبه حبه كما نعم. يقولوا. طيب ما حدث كانت بدايتك، عفوا عبد الرزاق نعم على تفضلي المقاطعه، إيران. كانت بدايتك بالاغنيه الصيفيه أغنية صيفية وشوية وي. نعم، وبعدها توجهت، ما توجهت لافاريتي للراي للمغربي. لماذا هذا التوجه؟ للبيبليك تاعي جمهوري هو اللي الأعراس. اثر عليك انك تتوجه؟ الأعراس قالوا لي على ما تغنيناش الراي، تعجبنا في الراي في الصيفي، خيرت انا قلت ان نولي ندير لي زالبوم هكا فاريتي نعم. طيب عماد، تحدثوا على ألبومك الجديد يعني يحوي قرابة 24 أغنية هكذا. 24 أغنية وي. نعم، حدثنا عن الألبوم الجديد. ألبوم جديد والله كما يقول لك، يعني لما غنيت لما أعدت أغاني وأغاني نتاعك كاين بزاف، معنا عاودت فيها. كيما في الراي عاودت لشاب حسام، عاودت عاودت لبلال الصغير، عاودت بزاف نعم. الفنانين، نعم عاودت الفنان المغربي صنهاجي، نعم كاين بزاف الفنانين اللي عاودت لهم، درت انا كات شونسون تاعي كاينه على بالي تحسي بيا، نعم لبس المجبود، نعم كي لبس الكوستيم هذه نعم. تاع لي مارياج، نعم وكاينه لومه قلبي لوم نعم. طيب حريه ولا فطوم. مع من يتعامل ربما عماد في كتابه الكلمات، في التوزيع، في شوف الألحان؟ الكلمات انا في لي زالبوم الاولين تاعي كان رضا النغيشي نحييه، واللي كان كنت نتعامل معاه بزاف بزاف، ودرك وليت ندير وحدي انا، وليت ندير وحدي كلماتي، وليت نديرهم وحدي، وهكذا باش الفنان نسي بيان يخرج بحاجه تاعو هو خير. وكيف تختار الكلمات؟ الانسبيراسيون على اي اساس؟ على اي اساس باش نقول لك دوك صديق الموضوع كيفاش يكون موضوع مثلا انا شوفي نخدم لابلي بار لي شونسون تاعي ندير على العرس فوالا، ونغني على كيما نقولوا غني على الحب، ماشي ما نغنيش بطريقه طريقه نظيفه فوالا. نعم، يعني ربما يكون فيه مواضيع اجتماعيه انت تشوفها في في الواقع ان شاء الله. بون ما درتش مواضيع اجتماعيه، مي ان شاء الله مع الوقت ان شاء الله نولي ندير مواضيع اجتماعيه. نعم ان شاء الله. طيب حاضر قوه في مختلف المهرجانات والتظاهرات اللي تنشطها ربما وزاره الثقافه عماد؟ والله ما نكذبش عليك، ما صراحه صافي لونطون نعم. أنا تينغاد خدمتها 86 97 98 من هذاك النهار ما شفتها. علاش؟ سي با ما على باليش، بورتو عطيتهم لي زالبوم، عطيتهم لي زالبوم تاعي، عطيتهم جديد، مي ما على باليش علاش. نعم، طيب خلينا نكتشف أن كانت بعض هذه المقاطع يعني شفناها كأنك صيفي وراي. لا فاريتي فوالا. نعم، طيب بالك توافقني زعما قلتي إيمان، حتى الكلمات يعني كلمات جميلة يعني مش أكيد. يعني الحمد لله أنا لي زالبوم تاعي تسمح من كل حاجة نظيفة، حاجة بروب. نعم. شنو الإنسان قبل ما يدخل الاستوديو يسجل يدير حاجة جديدة يخير الكلمات. نعم. علاش تقدر دير كاين كيما نقولوا تقدر دير أغنية مع بيش تاع كيما نقولوا هذه شونسون تاع ساندويتش كيما نقولوا حنا. نعم. تقدر تطلق لك ما على باليش دير بها سيكسي، بصح ما تدومش الإنسان. نعم. سي بيان يخلي بلاصتو نظيفة، يدير حاجة نظيفة سوا في الراي ولا في الصيفي ولا في المغربي، باش هكذا يمد نظرة مليحة باش إن شاء الله. عفوا بلا مقاطعك فقط، علاش ما فضلتش أنك تقعد في الطابع الصيفي؟ لأنه لاحظنا أنه الأغاني جميلة الله يبارك ما شاء الله، لكن لو لاحظنا أنه ألا ترى ربما أنك تعاود أغنية تاع فنان واحد آخر تأثر أيضا عليك؟ لا صراحة بون أنا قلت في الأول هو يعني طلب الجمهور صراحة. أنا كي نخدم العراس كي بديت نخدم لا إعادة أغنية، أكيد أنك لما تكون عندك أغنية تخرج بأغنية خاصة بك وأنك تعاود أغنية تاع فنان آخر.
لا صافا في بليزير يعني باش نقول لك يعني انا كي نعاود اغنيه تاع واحد اخر ونعاودها بالاداء تاعي انا بو ما نقدرش نعاودها كما هو اكيد لان كل شخص عنده عنده الاداء تاعو عنده طريقه تاعو باش يوصل لا شونسون. ربما بلال ربما لانك مازالك في بدايه مشوارك ربما حبيت تغني الاسماء يعني انا حب صراحه نشوفي ما كاش فنان اللي بدا مع كل احتراماتي لكل فنانين اكيد ما عادش اغاني ما كاش فنان اللي بدا وما عادش الاغاني بعد ابخي ولاو يديروا جديد تاعهم ولاو يديروا لي شونس انا ماذا بيا ان شاء الله لا بروشون ان شاء الله العام هذا ان شاء الله راني ناوي ندير جديد شو شو في الراي لي بارول جدد ميوزيك جديده يعني ايمان شفنا 25 اغنيه في البومك الجديد فيهم فقط اربع اغاني اللي يعني ليك اربع اغاني كانت كانوا في الالبوم تاعي تاع 2012 البوم شاوي صيفي قلت انا نسين نعاودهم في اللايف باش هكا بيان كما نقولوا باش يبانوا مليح سي ديان باش الناس دي تعرفهم. طيب وميولاتك للاغنيه المغربيه يعني كذلك هي مطلوبه كثير في اعراس الجزائر؟ انا نحب لا شونس نحب الاغنيه المغربيه نحبها نحب سيرتو الفنان صنهاجي نحب بزاف الاغنيه تاعو اللي عاودت له الاغنيه تاعو تاع خطيره خطيره تاعو عاودت له تاع منك يا شيطانه عاودت له بزاف بزاف حوايج اغنيه خطيره خطيره مش اغنيه جزائريه يعني لا 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 سي خطيره خطيره سي واحد اخرى سي مغربي نعم مش اللي سمعناها لانه في الاغنيه معترف بها انها اغنيه رايويه رايويه تاع تاع شرق الجزائر نعم طيب فيما يخص ربما دائما نحب نسال ضيوف يعني فنانين راي يعني دائما بعيدين كل البعد عن ما يتعلق بنشاطات وزاره الثقافه ولا حتى الهيئات الخاصه بالثقافه يعني ربما لماذا هذا البعد لانه هكذا الاغنيه الرايويه يعني لازم تكون دونك كاين شويه مع كل احتراماتي كاين فنانين مي دي فوا تسمع دي بارول ما تقدرش كاين دي شونتور تسمعهم تسمع الكلمات اللي يغنيهم ما تقدرش تجيبوا الحفله فاميليال ولا ما على باليش دوك المشكل في الفنانين يعني لازم يسقموا كيما نقول يديروا حاجه نظيفه حاجه بروبر باش هكذا علاش بوركو با علاش ما يعيطوا لهمش نعم راه في بلادو سي سون دروا باش يعيطوا له فوالا نعم. طيب بعد قلت لي انه من سنوات التسعينيات غنيت في تيمكات ومن بعدها ما فيش ولا دعوه بعدها شويه دي فيستيفال مهرجان عيسى الجرموني خدمت مهرجان الاغنيه الشاويه تحصلت على الجائزه ثانيه نعم. في 96 نعم وشويه عراس من بعد بديت بالعراس العراس وشويه حفلات عائليه والحمد لله والفنان قد ما يوصل مازال ما وصلش. نعم طيب شكون ساعد بلال ربما شكون اللي ساعد بلال يعني اكيد كل فنان عنده اسماء كبيره عاوناته باش يلحق انا نشكر البروديكتور تاعي نحيه بزاف بزاف طريق حشمان وساعدني بزاف بزاف ونحيي الفنانه حسيبه عمروش ثاني عاونتني في العراس معها كاين بزاف كاين بزاف اللي عاونوني لي ليسونسيال اللي عاونني نقول له ميرسي ميرسي بوكو ربي يحفظه وراسيتو وبلال يعني واخد الفن مهنه ولا فقط هوايه يعني عندك عمل اخر والله هوايه انا نحب الفن انا الفن فيها في علوغي كيما يقولوا نعم شويه هكا طون طون واحد ساعه ساعه بزنس ساعه فايس هكذا امورات شخصيه فوالا ومقتنع انك دخلت هذا العالم مقتنع يعني رغم يعني صعوبات في بلادنا يعني كثير من الناس ما يتقبلوش الاغنيه بصفه عامه يعني مهما كانت مش فقط والله باش ما نكذبش عليك والله صعيب كيفاش يعني الفنان انه يوجد نفسه في والله صعيب كاين شويه كاين شويه عراقيل كاين تعرضت لبعض عراقيل يعني في مشوارك الفني تعرضت لعراقيل الحمد لله وكما قالش هذاك الواحد دعاوي الوالدين والكوراج سيتو والله والاهل كيفاش داعمينك في مشوارك الفني يعني الحمد لله انا الوالده هي الصح نعم انا الوالده معلاصي قالت لي دير واش تحب علاقتك مع اهلك ومع الحمد لله احبابك والله غير الحمد لله اهلي احبابي مع الفنانين الحمد لله الحمد لله ما عندي حتى مشكل نحترم كل فنان في الساحه الفنيه دائما يكون في خلافات بين الفنانين يعني خصوصا انت يعني لما تعاود عاودت كثير الاغاني يعني ما مثلا اغنيه كانت باينه كما كيماك يعني بين قوسين يعني يعني بلال صغير احنا كلنا ما عرفوا ان الاغنيه اللي بلال صغير يعني ما قالكش انا لا جامي جامي بلال صغير تلاقينا بليزيور فوا في الاستوديو وقلت له كذا وديجا قال له البروديكتور تاعي ما كان حتى مشكل بالعكس هو يفرح صافي بليزير هو يعاودوا له الاغنيه تاعو وعلاش لا سي مليحه له يعني يعني سر نجاح الاغنيه لما يعاودوها ناس ثانيين هكذا اكزاكتومون فوالا طيب واش رايك في اغاني الواي واي او تصنف نفسك منهم او واش نقول لك واي واي يا خويا اش نقول لك شوف كل وقت وقته
نعم دوك الواي واي هذا دوك خرج له ستيله تاع الواي واي تاع وانت واش كيفاش تشوف هذا النوع من ماشي سيكول 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 خويا عاجي شوف نقول لك حاجه دونك دونك هو دار الاغنيه نجحت له وحبوا حبوه الناس نعم ما تقدرش تقول له على واش دير يعني انت طيب. يعني في كلماتها ويعني كلماتها ادائها يعني حتى الموسيقى الخاصه بها خويا واي واي سي بيريودا وخلاص طيب لو كان يدومونتي لك الجمهور انك تغني اغنيه خويا نغنيها ما حتى مشكل نغنيها لهم في العراس نورمال ما جابوني باش نغني على حسب طلب المشاهد يعني على حسب طلب المشاهد وي نعم حتى نفسي ان شاء الله ندير حاجه نظيفه نعم حتى ندير انا واي واي حتى لو كان يعني باعتراف مفنني الواي واي يعني احنا استضفنا الكثير منهم يقول لك على بالي بلي مانيش نغني اغنيه مليح يعني كيفاش انت تقول لي اه نغني انا شوف نصحهم نقول لهم ان شاء الله بون والله غير كاين دي شونتور سيتو في الراي دي بال انت تشوف كلمات يعني احنا شفناك سمعناك شفنا انك يعني تختار كلماتك بعنايه لكن لما الجمهور يقول لك غني لي واي واي انت على بالك واش كاين في الواي واي يعني كلمات ربما غير مهدبه يعني طريقه غير مهدبه حتى في اداء اللغه سي نورمال وي سي دري صح توافق يعني واش حنقول لك والله شوف الامر يولي الجمهور صراحه الجمهور هو اللي دوك انت يجيبوك تغني تغني مارياج لكن الفنان ربما عنده لمسه خاصه به شخصيته ربما هو يقول بأني انا اخترت نوع معين من الاغاني مثلا فقط ايمان كانت معنا مش حتى الجمهور يفرض عليك التوجه الى اغاني اخرى ويعطيه مثلا كانت معنا كانت ويعطيه نعم كانت معنا شابة سهام يعني نحيوها اللي نحيوها قالت لك انا مستحيل مثلا لو كان نكون يعني معروضه للحفل باش نأديه نلقى فيه جماعه الواي واي ما نغنيش لو كان يطلب مني واحد من جماعة الواي واي أنا ندير ديو معاه ما نوافقش لأنه عندها شخصيتها عندها يعني ستيلها يعني عندها طابعها الخاص أنت تقول أنه عندي طابع مهدب عندي نحب نشجع الأغنية الصيفية ونشجع الأغنية الريوية الحمد لله وي. لكن لما يعيطوا لك صحاب الواي واي ولا يقول لك غني لا واي واي تغني يعني مفارقة يا خويا بون نغني يعني تبع السوق فقط وانتهى الأمر يعني الفن نغني تجارة نغني نغني بطريقة وشنو كما يقول لك الإنسان ما يديرش لي بارول اللي مشي مليح يسي واي واي يبدلها بحاجة نعم. يبدلها ويعطيه والله بكاش عفصه الله ويعطيه يعني هي في كلها في نفس السياق طيب كنت تحدثوا على عفوا على مشاريعك المستقبليه مشاريع ان شاء الله راني بريباري ان شاء الله عندي كومبيلاسيون خلوها في السر نعم كومبيلاسيون صيفيه راي نعم فوالا شنو حاجه مليحه حاجه كلمه ديوت الحيني هذه المره سؤال اخير ذكرت لي الجمهور قلت لي انه انا نغني لانه الجمهور هو اللي يطلب هذه الاشياء ايمان ربما توافقيني ربما كذلك فيه جمهور هو اللي راه يشجع في انتشار مثل هذه الاغاني أكيد. يعني لما يكون فيه جمهور خاص بهذه الاغنيه يعني واش رايك انت يعني, يعني جمهور هو اللي يشجعكم مختلف يعني في اطياف مختلفه من الجمهور عفوا عبد الرزاق كاين طبقات كل طبقات يعني كل طبقه تفضل شيء نعم سي بريزا طابع معين من الغناء واش رايك بلال والله واش نقول لك يعني انت لما تروح تقدم يعني عرس او حفل يطلبوا منك كثير اغنيه الواي واي ما ماشي بزاف ماشي بزاف نعم باسكو لا بلي بار العرس في فاميليال و نعم كاين دي فوا انا كاين دي فوا نخدم دي سواري تاع نخدم دي سواري هكا لي جون هكا يعيطوا لي ندير دي سواري نعم غالبا مع لي جون لازم الروبلا سينو يحوزوك نعم شكرا بلال الله يحفظك ميرسي الدعوه نتمنوا لك مشوار موفق في ان شاء الله الله يحفظك خصوصا الاغنيه الصيفيه انه نحافظوا عليها لانه تعتبر تراث جزائري ان شاء الله شكرا بلال مشاهدينا الكرام شكرا على حسن المتابعه عوده الى ايمان